اهلا بيكم في احلام اكاديمي، معاكم لاتينو. لو انت لسه جديد في القناه ياريت تشترك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد مننا. النهارده هنتكلم على مشكله اسمها اليسينج. الاليسينج دوت مشكله بتحصل لما الاكيو بتاعك او الكمبريسور او اي حاجه هتصنع هارمونيكس حطيتها على الصوت ما يكونش فيها اوفر سامبلينج. ايه الكلام الكتير دوت؟ تعالوا نبص مع بعض على طول على المثال العملي. انتوا دلوقتي شايفين ساين ويف واقفة عند 10,000. ايه اللي يحصل لو احنا فتحنا وراها ساتوريشن؟ المفروض الساتوريشن هيبدأ يكرر تتابعات بعد 10,000 سواء اود او سواء ايفن. تعالوا نبص نشوف كده لما نفتح ساتوريشن ايه اللي هيحصل؟ ايه اللي خلى فيه ترددات ترجع قبل الصوت الاصلي؟ المشكلة دي احنا بنسميها اليسينج، وفي بعض الناس بتسميها فولد باك ديستورشن، ان دوت ديستورشن رجع لان مش المفروض ان احنا نصنع حاجة قبل الصوت الاصلي. طيب دي تعمل لك كارثة ليه؟ لو انت استخدمت ساتوريشن وكان الساتوريشن دوت بيعمل اليسينج على كل التراكات اللي في السيشن، فمره بقى هيكون لك شويه ديستورشن هنا، هيكون لك شويه ديستورشن هنا على شويه ديستورشن هنا، فيبقى الميكس بعد الساتوريشن بقى فيه ديستورشن. طيب نحل المشكله ديت ازاي؟ والله في ناس اقترحت ان حل المشكله ديت ان احنا نرفع السامبل ريت بتاع السيشن، بس للاسف الحل دوت مش صح، لان هو بيعمل عندنا مشكلتين. اول حاجه بيعملها ان في بعض البلاجن مش بتشتغل صح لما بترفع السامبل ريت بتاع السيشن. تاني حاجه ان هيبقى الكمبيوتر تقيل عندنا قوي. والتالت حاجه واهمهم بره المشكلتين اللي قبل كده، ان اصلا ده مش هيحل الاليسينج. اللي هيحل الاليسينج ان البلاجن يكون فيه اوفر سامبل، ويا سلام لو يكون عندك كنترول على الاوفر سامبل بتاعك. تعال نبص كده، احنا سايبين دلوقتي الزرار بتاع الاوفر سامبل عادي مش مشغلينه، يعني تقريبا 2x تايم. شوفوا بقى لو احنا فتحنا الزرار دوت خليناه جود، ايه اللي هيحصل للحاجات اللي قبل ال 10,000؟ اوريدي قلت. طيب لو خليناه سوبر هيبقى مور كلين، حتى لو زودت الديستورشن بتاعك على الاخر شايفين حصل شويه اليسينج صغيرين قوي. قد ايه؟ شوف بقى لو لغيت ده بقى اوف اوف، بدا الديستورشن بتاعك او الفولت باك ديستورشن الهارمونيكس اللي راجعه من بعد الصوت يبقى مستواها عالي جدا لدرجه ان هي تبقى قريبه من السيجنال الاوريجينال بتاعتك. فلو انت بتستخدم اي بلجن اي مكتبه صوتيه فيها اوفر سامبل يفضل انك تفتح الاوفر سامبل ده، بس مع فتحك للاوفر سامبل هتخسر ان السي بي يو بتاعك هيبدا يقول لك انا تعبان، انا محتاج تعمل عندي تقويه عشان اشتغل بشكل احسن، لان كل ما بتشغل اوفر سامبل في اي بلجن بيبدا ياخد من السي بي يو بشكل اكتر عندنا كده. يبقى البلجن دوت زيرو لاتنسي، بس ما هو مقابل ان هو زيرو لاتنسي بيعملش اي تاخير عندي ولا بيخلي المعالج يشتغل كتير عشان يعالجه. بص في ديستورشن، راح الديستورشن. انت كده فهمت الزرار بتاع الاوفر سامبل بيعمل ايه، فهمت المشكله بتاعت الاليسينج بتحصل امتى وازاي تقدر تحلها. لو عجبك الفيديو دوت ياريت تدينا لايك، ولو عندك اي سؤال على الموضوع دوت سيبه في الكومنتات، وياريت تشترك في القناه. سلام.